بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده امتحان الدور الثاني 2023. أفضل طريقة إنك تعملها اليومين دول يا صديقي إنك تحل امتحانات. كل ما تكون بتحل امتحان في سؤال ما أنتش عارفه، أعرف فكرته واحفظها واتقنها كويس. في فكرة بالقواعد ما أنتش عارفها، روح هات القاعدة على بعضيها تاني. الامتحان اللي فات إحنا خلصنا امتحان الدور الأول 2023، حلينا الامتحان كله بما في ذلك الباراجراف اللي كان من ست جمل ده، وإحنا كتبنا أكتر من كده. تعالى بقى نبدا بسم الله كده نمسك الامتحان ده. بس يا ريت قبل ما تسمع الفيديو كده زي الشاطر تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتنشر الفيديو علشان زمايلك يستفيدوا وعلشان قناتنا تكبر بسيادتك. اول سؤال معانا: To not is to carefully examine the facts of a crime and event situation etc. etc دي معناها الى اخره. To find out the truth about it. بدايه كده truth دي اللي هي الحقيقه، عايزك تعرف كده موضوع الحقيقه ده عشان هي بتيجي في الترجمه في اسئله كده بتلخبطك. يقول الحقيقه اسمها tell the truth، دي معناها يقود الحقيقة. وعلى فكرة ينفع نقول speak برضو the truth، الاثنين دول معناهم يقول الحقيقة. حلو الكلام، ما فيش say the truth على فكرة. طيب الحاجة التانية بقى عندك يكذب اسمها tell lies، وكلمة lie دي معناها يقع برضو، دي معناها يكذب من الكذب، ولكن دي معناها يقول الحقيقة. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين في الجملة عايزك تركز فيها ان هو قال لك هنا ايه؟ to carefully examine، ان تفحص بعناية، فانت عشان كده خدت ظرف. المهم دي اسمها ايه بقى العملية ديت؟ imitate يعني يقلد، indicate يعني يشير الى، investigate يتحرى، وinnovate يبتكر او يبدع. طيب عندك investigate دي بتساوي كلمة ايه اللي خدناها كذا مرة؟ بتساوي كلمة look into. الراجل كلمة investigate دي ملهاش في الدنيا غير investigate يتحرى، وعندك investigator ده المحقق، وانفستيجيشن التحقيقات، بس كده مش مطلوب منك اكتر من كده في الكلمه دي. وايل بينج ابرود بينما كان خارج البلاد، او كنت خارج البلاد عشان الفعل هنا اي جويند ا فيرتشوال ميتنج، انا انضميت لاجتماع فيرتشوال يعني افتراضي عبر الانترنت ويز ماي كوليجز ان كايرو. الانتونيم ركز، الانتونيم من كلمه فيرتشوال. انا قبل ما احل السؤال اصلا عايز افكرك بحاجه كده كانت في الامتحان اللي فات. كلمه ميتنج دي الاجتماع اللي قلنا زيها بالظبط كلمه فورم اللي كانت بتدي معنى فورم في اللي احنا حليناه. المهم كوليجز دول اللي هم زمايلك، زميل العمل، الراجل اللي بيروح معاك الشغل اسمه كوليج، انتوا الاثنين اسمكم امبلوي موظفين في الشركه. عكس بقى يا سيدي فيرتشوال افتراضي، عكسها اكشوال حقيقي، نورمال طبيعي، فيجوال بصري او مرئي، وسبيشال خاص. سبيشال دي بره اللعبه طبعا، فيجوال دي بصري بره اللعبه برضو. عندك نورمال يعني عادي، لكن اكشوال حقيقي، الشيء الافتراضي عكسه الشيء الحقيقي، يبقى كده اكشوال. رقم 3، هي از وان اوف ذا فوتبولرز هو نوت. انا عايزك تفهم معايا وتفتكر ان احنا اتفقنا قبل كده زمان في مضى انك لما تلاقي عندك وان اوف وانت بتتكلم على الصفات يعني تحديدا، يعني عارف ان كلمه وان اوف، وعندك كمان كلمه ايفر، وعندك اوف اول، اوف اول، وعندك كمان ان ذا اسم. الناس دول كنا خدناهم مره قبل كده واتفقنا ان هما بيجي معاهم دايما تفضيل، عشان كده اقول لك ذس از one of the best cars I have ever had. The best cars دي واحدة من أفضل السيارات. أنت أصلا بالمناسبة عارف بقى من باب الشيء بالشيء يعني يذكر إن the best بنجيب بعدها اسم، لكن the most بنجيب بعدها صفة، فأنت بتقول the most exciting أو the best car وهكذا. طيب عايز تعرف برضو وركز إن أنت مع ever دي مش لازم يكون تفضيل، أنا ممكن أقول لك the first time، the first time أول مرة I have not seen علي، seen علي. انت هنا هتقول the first time I have ever ولا I have never؟ لا يا معلم، لما تلاقي عندك عدد ترتيبي خد ever على طول، لان معنى الجملة يقولك اول مرة انا ارى علي، وever اصلا بتيجي في المعنى المثبت. مش موضوعنا يا مستر، ما تتوحش فينا كتير، بس معلش كده جت قدامي فحبيت اكد لك عليها عشان يبقى عندنا ضمير. He is one of the footballers، واحد من لاعبي كرة القدم. انت عارف ان بعد one of اسم جمع وبعدين فعل مفرد. Who invented أو reinvented themselves، الذين أعادوا تأهيل أنفسهم to be TV presenters، واشتغل دلوقتي مقدم برامج. السينما من كلمة reinvented اللي المفروض تحتها خط يعني هو replay يعني يعيد تشغيل، ولا charge يعني يشحن، وهنحكي قصتها دلوقتي، reclaim يعني يستصلح أرض زراعية، وchange يعني يغير، يعني هو غير نفسه بعد ما كان لاعب كرة قدم بقى مذيع. بمناسبة charge عايزين ناخد كل اللي علاقة بيها كده بالمرة والمناسبة السعيدة الجميلة دي، عايزك رقم واحد كده تعرف ان كلمة تشارج عندنا في المنهج كفعل بمعنى يشحن، والاسم منها تشارجر. تشارجر بقى عشانها معدود كده نون بمعنى الشاحن، ده رقم واحد. رقم اتنين، خدنا برضو كلمة تشارج دي قلنا تشارج ويز معناها يتهم بي، ودي بتساوي اكيوز اوف، انا مش هعدي ملحوظة غير لما اقولك عليها فركز. وبرضو عندك كان
فيكت اوف، الناس دول كلهم كده معناهم يتهم، يتهم شخصا. خلاص كده خلصت تشارج؟ لا لسه المهمه بقى كمان اللي عندنا في منهج برضو، عندك مصطلح اسمه ان تشارج اوف، دي بتساوي بي ريسبونسبل، ريسبونسبل فور، ريسبونسبل فور، خد بالك ريسبونسبل فور، لكن ان تشارج اوف ومعناهم الاثنين مسؤول عنه. طيب ارجع كده لجملتك الجامده رقم 4، الراجل بيقول لك هي جيتس فيري انويد اف هي هاز تو ويت فور اني ثينج، هو بيزعل قوي لما بيضطر انه يستنى اي حاجه. هي از فيري، هو انسان ايه بقى؟ الليجال يعني غير قانوني، ولا انتر بيرسونال اللي هو تفاعلي بين الافراد يعني، ولا امبيشنت يعني غير صبور، ولا سوشيبل اجتماعي. الشخص اللي ما بيحضرش يستنى ده اسمه امبيشنت، اللي هو الشخص المتعجل دائما اللي بنسميه هاستي. طيب رقم 5، it is the not for the bride اللي هي العروس يعني to wear white dress، انها تلبس فستان ابيض in her marriage في زفافها. custom العاده، دي كده معناها عاده، عايز اترجم عشان ده هتلخبط دلوقتي. conventional يعني تقليدي، partner يعني شريك، و traditional معناها برضو تقليدي، انه من العاده، يبقى it is the custom. على فكرة انت لو ما جبتش زي دي هتختار حاجة تانية خالص قدامك في الاختيارات. انت عارف ان احنا قلنا زمان القصة دي it is customary، it's customary او it is traditional وتكمل، او it is a او the عادي، the custom انه من العادة، it is the tradition انه من التقليد. طب ايه الفكره يعني يا مستر، انت لما حطيت الا هنا غيرت السياق الاو ازاي ليه؟ ما حضرتك عارف ان او ا او زي عايزين بعدهم ايه، او الا عايزه بعدها اسم، فدي اصلا كده عباره عن اسم. كاستم يعني عاده، وتراديشن يعني تقليد عاده، لكن دول يا معلم صفه، والصفات مش هنجيب قبلهم ا او ان، ويجي الراجل في الامتحان يسالك يقول لك ات از ا نوت اكت تو وير وايت اون فرايداي، انه فعل ايه يا ترى؟ يقول لك هنا بقى اختار يا عم كاستم كده اهو، ولا كاستوماري، هتروح انت زي الشاطر عارف وفاهم وحافظ ان انا بجيب او ان وبعدين صفه وبعدين اسم، فانا عايز هنا صفه فهقول لك كاستوماري. ارجع بقى لجملتك تاني كده يا معلم، الراجل في رقم 6 بيقول لك اور تيم ار نوت تو وين، فريقنا ايه؟ ان هم يفوزوا بالكومبيتيشن بالمسابقه. ذي ار ديترمايند، مصممين تو كام فيرست، ان هم يحتلوا المركز الاول. تعال نشوف بي نو اتنشن، يعني لا يكترث لا يهتم، دو نوثينج ما بيعملش حاجه خالص، take on a challenge يعني ياخذ التحدي، ولا exert no effort يعني لا يبذل جهدا، ما هو عندك no يبقى كده هو take on a challenge. The scientist tries to not a conclusion for his research، العالم بيحاول انه يعمل ايه في النتائج يعني، help يعني يساعد، reach يعني يصل، play يعني يلعب، وmiss يعني يفوت، هناخد هنا reach. وانا حافظ المصطلح ده اصلا وقلت لك يومها ان عندك reach a conclusion أو draw a conclusion اللي معناها يرسم أو يصل إلى استنتاجات. The harder you practice، كل ما تمارس باجتهاد، وأنا قايل لك قبل كده أول ما تلمح في أول جملة زي مقارنة، أعرف إنك أنت عايز برضه هنا زي مقارنة، فأنا هختار أو هسيب المقارنة. fit مفيش مقارنة، least ده تفضيل طلع بره، fittest تفضيل برضه طلع بره، يبقى ذا فتر، ما هو زي مقارنة زي مقارنة، كلما مارست أكتر كلما كنت أكثر لياقة بدنية. The employee الموظف، the office until، until يا مستر بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام، هقول لك انت كده غلطان يا معلم اوعى تعملها. قلت له until دي يا ابني ما اسمهاش او ما ينفعش اقول لك بيجي قبلها ماضي بسيط وبعدها، انا بقول لك دي رابط، واي رابط في الدنيا وهكتبها للمره 9 مليار يا جدعان لعلكم تتعظون. انا قايل لك قبل كده 100 مليار مره، لما يكون عندك رابط هات بعده مضارع بسيط او مضارع تام عادي. الناحيه الثانيه هات مستقبل، مستقبل او مضارع بسيط تحديدا او امر، يا حبيبي غير كده ما ينفعش، غير كده ما ينفعش. طيب افرض يا عم جبت لي الرابط في النص، ما خلاص يا عم، ما هي دي جمله الرابط، هتجيب برضو بعده مضارع بسيط او مضارع تام، وهتجيب الناحيه دي بقى المستقبل او المضارع البسيط او الامر. عايزك تنتبه لفكره هنا، ان ممنوع الرابط يجي قبل مضارع تام، ممنوع نجيب قبل الرابط مضارع تام. طب افرض الرابط بعده ماضي، خلاص يبقى قبله ماضي، الموضوع خلصان. طيب فانا هنا كده في الجمله دي يا عم في 9 بيقول لك the employee اللي هو الموظف not the office until، احنا قلنا دي رابط ما اسمهاش عندنا حاجه غير رابط، في الانجليزي اسمها رابط. طب جاب لي بعدها مضارع تام، فقبلها هنا انا عايز حاجه من دول، اما مضارع بسيط او مستقبل او امر. تعال نشوف، دي didn't ماضي قول لها اطلعي بره، انت هنا هاد انت ماضي اطلعي بره، isn't left ده مضارع بسيط مبني مجهول وده مستقبل، اترجم عربي بقى.
طيب انا هما انا تفكيري محصور هنا في حاجه من ثلاثه، مضارع بسيط او مستقبل او امر. لقيت اتنين في الاختيارات ترجم. الموظف سوف لا يترك المكتب الا بعد ان ياخذ الاذن، يبقى ناخد هنا won't leave. طب ليه ما ناخدش isn't leave؟ ده مبني المجهول يا معلم، لا يترك. سمير اسكت سلوى واي نوت. انا عارف يا مستر وحافظ ان عندي جملتين، انا حاول اركز ان انا براجع مع حضرتك وانا بحل، فبالله عليك كده ركز واستوعب معايا عشان الكلام ده مهم، والكلام ده انت محتاج تسمعه مرات ومرات ومرات. طبعا ده كان البريجراف بتاع المره اللي فاتت، لو ما سمعتش الامتحان المره اللي فاتت اسمعه، هتلاقي عندك كده بلاي ليست اسمها مراجعه 2024 حاجه زي كده، او مش عارف ايه كده، المهم في مراجعه يعني، احفظ اسمعها. اي تفهم يا باشا ان انت لما يكون الكلام مباشر فحضرتك بتجيب اول حاجه اداه الاستفهام، اداه الاستفهام، وبعدين الفعل المساعد، وبعدين الفاعل، وفي الاخر خالص بنجيب الفاعل ونعمل علامه الاستفهام الجميله ونقفل الاقواس. ده كلام ايه يا سيدي؟ ده كلام مباشر. طب انا عايز اخلي الكلام ده غير مباشر، يعني هنفرتك الاقواس دي خلاص، فهنكتب بقى اداه الاستفهام وبعدين نجيب الفاعل الاول وبعدين الفعل المساعد بشرط، وبعدين في الاخر نجيب الفعل ونحط اخر الجمله نقطه، مع انك عندك اداه استفهام بس حط نقطه برضه. طيب الفعل المساعد بشرط ما يكونش الفعل المساعد ده من الفيرب تو دو، ما يكونش الفعل المساعد دو ولا داز ولا ديد. حلو. طيب انا عايز اشوف هنا بقى الجمله بتاعتنا كده ونطبق الكلام اللي احنا بنحكي عنه النظري ده، عشان النظري ده ما بيفيدش. الراجل بيقول لك ايه بقى هنا؟ واي اداه استفهام، ده كلام غير مباشر. حلو، يبقى انا عايز اداه استفهام، عايز بعدها فاعل وبعدين فعل مساعد بشرط ما يكونش من عيله دو. طيب هنا از شي دي معانا، طب ووز شي برضو معانا، طب اللي بادئه بشي از لا ده دي مش معانا، سوري دي مش معانا ودي مش معانا. ليه؟ لانك انت عايز اللي بادئه بالفاعل، يا اما شي از يا اما شي ووز. حلو، عندك ظرف؟ لا مفيش ظرف، خلاص تروح لفعل القول. زمنك يا سيدنا فعل القول اسكت زمنه ماضي، خلاص يبقى الجمله كده كلها ماضي فتاخد شي ووز. طب افرض هو بدل سمير اسكت عاملها سمير اسكس، كنا خدنا شي از. تاني كده، تاني في 10، انت عندك اداه استفهام عايز بعدها فاعل، دي بدأ بفعل مساعد، دي بدأ بفعل مساعد، ارمي في الشارع عشان تصفي الاختيارات على اتنين تقدر تفكر. شي از ولا شي ووز يا ابني؟ عندك ظرف؟ لا خلاص تروح لفعل القول، زمنه ماضي خلاص اخترت له ماضي. طب افرض الراجل قال لك هنا تو داي مثلا، لا الجمله بقت مضارع تاخد مضارع على طول. طب قال لك يستر داي تاخد شي ووز على طول. ذا انسكتس الحشرات اور كروبس ويل بي كيلد باي سبيشال بيستسايدز. بيقول لك الحشرات، اسمع اسمع عربي كده، التي تهاجم. انت قلت لي في الجمله الحشرات، الحشرات التي تهاجم، يعني المفروض ان انا اقول لك which attack، واحنا عارفين حالات حذف ضمير الوصل. قال لك ان انت ممكن تحذف ضمير الوصل لما يكون عندك ضمير وصل والجمله مبنيه للمعلوم، الجمله مبنيه للمعلوم، فحضرتك قال لك تحذف ضمير الوصل. استنى كده انا اجيب لك قلم مختلف. تحذف ضمير الوصل وتحذف المعلوم ده اصلا وتجيب الفعل المضاف له اي ان جي. طب لو انا عندي ضمير وصل والجمله مبنيه للمجهول، هنعمل ايه يا مستر؟ هنحذف كل حاجه يا حبيبي، ضمير الوصل وكل حاجه، ونحول الجمله للباست بارتيسيبل بس. طب انا في الجمله هنا الحشرات التي تهاجم، يبقى ده مبني المعلوم، خلاص نحذف ضمير الوصل وكل حاجه ونسيب اي ان جي. وبناء على ذلك هقول لك ذا انسكتس اتاكينج، المهاجمه او التي تهاجم. عارف انت لو قلت لي اتاكد معناها التي هجم عليها. طيب after his problem، بعد مشكلته، he felt happy. after بعد ما المشكله حلت ولا حلت؟ لا حلت مجهول، فده بره عشان ده مبني المعلوم. had to solve ده برضه مبني المعلوم، had been ing مبني المعلوم يا معلم. انت عايز مجهول يبقى had been solved رقم بي. السؤال بعد كده رقم 13، they went to not hospital to visit their ill friend. يا رب على السؤال ده، احنا الفكره دي قلناها قبل كده مرات ومرات، ونعيد تاني ونزيد، نعيد تاني ونزيد. مستر هو ايه الفرق بين هوسبيتال وذا هوسبيتال، او بين ان اقول جو تو هوسبيتال وجو تو ذا هوسبيتال؟ بص يا عم، لو انت قلت لي جو تو هوسبيتال كده اهو، دي معناها يذهب للمستشفى عشان هو مريض. طب لو انت قلت لي جو تو ذا هوسبيتال، يذهب للمستشفى لغرض اخر، هنخليها زياره مثلا. حلو. طيب افرض بقى الراجل بيقول لك في جمله ماي داد ووز ال، ابويا كان مريض، هي ونت تو هوسبيتال على طول من غير ما تفكر. ليه؟ لانه راح المستشفى كده هو مريض. طيب وين اي هيرد، لما انا سمعت، وين اي هيرد علي ووز ال، اول ما سمعت ان علي مريض، اي ونت تو، بص بقى هتقول لي ذا هوسبيتال، اصل انا رايح لعلي، انا مش مريض، انا رايح لعلي زياره، ودي الفكره. وعلى فكره نفس القصه مع بريزن والناس دول. طيب انت في الجمله هنا يا معلم بقول لك
انا ذهبت الى الايه تو فيزيت لكي ازور، يبقى هتقول لي اي ونت تو ذا هوسبيتال، معناها انك انت رايح زياره لغرض اخر. ايه من دول از كوركتلي بانكتويتد؟ واتس يور فيفورت هوبي امير؟ ما هوايتك المفضله يا امير؟ في هنا كما عشان ده منادى، فدي طلعت بره. وات از يور فيفورت هوبي امير؟ ما هوايتك المفضله يا امير؟ دي مظبوطه يا باشا. واتس يور فيفورت هوبي؟ وات از، طبعا الدبليو سمول، واخد انت بالك؟ بره يا معلم. واتس نسي يعمل ابوستروفي، يبقى الاجابه زي ما اتفقنا كده هي رقم سي، الاجابه الوحيده الصحيحه هنا واخترناها. طيب كده خلصنا اختياري، تعالى بقى بسم الله ننزل على القطعه ونحللها زي ما عملنا المره اللي فاتت. بيقول لك في القطعه ديت وان داي، في يوم من الايام، before sleeping early to go to school، قبل ما انام بدري عشان اروح المدرسه الصبح، I was reading an exciting story about the sea world، انا كنت بقرا قصه مثيره عن عالم البحار. I meditated and said، meditated دي من meditation، انت مش ما انتش عارفها يعني، مش فارقه معاك، بس meditation ده التامل يعني. فانا تاملت كده وقلت why don't we have an adventure like that، ليه ما نعملش احنا كمان مغامره زي اللي في القصه ديت. في الحال so immediately، في الحال I phoned my friends and arranged to rent a boat and sail in the ocean، رحت متصل بالعيال، طبعا في يكون في كل شله كده فيهم واحد فاسد، هو ده، اتصل بالعيال قال لهم يلا يا جدعان نطلع نعمل ابحار كده نبحر في المحيط. some of my friends agreed، الشباب اللي هو الفاضيين قال لك ماشي يا عم. the others refused، الناس الثانيه قال لك عندنا امتحانات عيب عليك. as the weather was predicted، الطقس يا حبيبي في النشره قال لك ان الطقس مش مستقر. those of my friends who accepted were very enthusiastic، زمايلي اللي كانوا موافقين دول كانوا متحمسين جدا. on a very cold morning، وفي يوم من الايام الصبح بدري كده والدنيا كانت تلج، we set off taking all our needs with us، انطلقنا وخدنا كل حاجه احنا محتاجينها معانا. we sailed for a long time without any troubles، فضلنا ماشيين في البحر فتره طويله من غير اي مشاكل. but suddenly everything turned upside down when the strong waves were near us، كل حاجه انقلبت لما الامواج العاليه العاتيه كانت بالقرب منا. one of my companions، واحد من اصدقائي، advised us to go back to the beach quickly، واحد من زمايلي قال لك بص يا جدعان ناخد نفسنا كده ونرجع بسرعه على الشاطئ ونغزي الشيطان. but it was too late، لكن الوقت كان متاخرا، ما عادش يدفع نرجع. how could we reach it we reach in such a serious situation، كيف how can we react، كيف يكون لنا فعل يعني، كيف نفعل يعني في هذا الموقف الخطير. I suggested sailing quietly till the waves calm down، انا اقترحت ان احنا نبحر بالراحه كده لحد ما الامواج تهدأ. others suggested sailing quickly، الناس الثانيه قالت لك بص لا احنا نمشي بسرعه عشان نطلع من موقف الزباله اللي احنا فيه ده ونبعد عن المنطقه دي. we tried hard to use the radio to call the emergency، حاولنا نستخدم الراديو اللي هو جهاز الارسال اللي معانا عشان نتصل بالامرجنسي بالطوارئ. but there was no signal، لكن لم يكن هناك اي اشاره. لاحظ عمك الحاج هنا قال لك سيجنال ما قالكش ساين، ليه؟ عشان سيجنال دي اشاره لا سلكيه، لكن لو في يافطه مكتوب عليها ادخل يمين او ادخل شمال دي اسمها ساين، بالمناسبه ساين يعني وقع برضو. المهم unfortunately لسوء الحظ one of my companions fell into water and we couldn't save him، واحد من اصحابي وقع في الميه ما قدرناش ننقذه. I felt something worse would happen and sadness overwhelmed all of us، شعرنا ان في حاجه غلط هتحصل والحزن غطى علينا جميعا. suddenly فجأة، ظرف جملة اول حرف كابيتال بعد كوما، the ship was hit by a huge shark، السفينة صدمت بواسطة سمكة قرش عملاقة. after a long time of struggling، بعد فترة طويلة من الصراع والنزاع يعني وكده، the shark، طبعا انت عارف ان كلمة struggle بتساوي كلمة toil، فممكن اقول toiling يعني. the shark moved away، سمكة القرش ابتعدت بعيدا. little hope began to appear on the horizon، بدأ الامل القليل يظهر في الافق. when we heard the sound of a helicopter، لما سمعنا صوت طائرة هليكوبتر. we waved a lot، فضلنا نشاور ونشوح لها كتير كده. but they couldn't see us، لكن ما شافوناش. eventually في النهاية we found some sailors on a ship who succeeded in getting us out of the serious situation، لقينا سفينة ماشية كده والسفينة دي هي اللي أنقذتنا من هذا الموقف الزبالة الذي كنا فيه. تعال بقى نمسك سؤال كده يا باشا ونحل. أول سؤال بيقول لك the suitable title to the passage، أفضل عنوان القطعة ديت. ريسكيو هليكوبتر، طائرة الإنقاذ، طائرة الهليكوبتر بتاعة الإنقاذ، مفيش ده ما أنقذتش حد عليهم من غير ما يكلموهم. سي كريتشرز، مخلوقات بحرية، ما حكالكش عن مخلوقات بحرية، ده قال لك الراجل إحنا شفنا سمكة القرش، السلام عليكم، ما قالش أكتر من كده. weather forecast، نشرة جوية، ما حكالكش الدنيا بكرة عاملة إزاي ومحدش يطلع ومحدش يدخل، ما قالش حاجة زي كده. القطعة ما بتحكيش عن الطقس، القطعة بتحكي عن disastrous voyage، عن رحلة بحرية كارثية هم قاموا بيها. طيب due to high waves، بسبب الأمواج العاتية. the whale moved past the ship، سمكة القرش سمكة الحوت يعني انتقلت أو مشيت من قدام السفينة، ما جابش سيرة حيتان أصلاً.
many souls were lost، الكثير من الارواح فقدت، لا ما فيش غير واحد بس اللي مات يا معلم والباقيين صحيين. الهليكوبتر كيم باك اجين، طائره الهليكوبتر جاءت مره ثانيه، والله ما عبرتهم وهم شاوروا عليها كتير بس ما حدش رد. لكن one person had drowned in the ocean، واحد من الاشخاص غرق وهم مشوا من غيره. The best sentence that summarizes the third paragraph is، افضل جمله بتلخص لك الباراجراف الثالث هو ايه بقى؟ الباراجراف الثالث اللي هو ايه؟ يعني بص عليه سريعا كده مع بعض، معلش انت عارف انك بتحددهم ازاي، ده الاولاني اهو، ده الاولاني وده الثاني ده الثالث. قال لك ايه بقى في الثالث؟ قال لك I suggested sailing، انا اقترحت ان احنا نمشي بالراحه، والباقيين اقترح ان احنا نمشي بسرعه، حاولنا ان احنا نتصل باي انقاذ ما حدش جالنا، ما كانش في اشاره، واحد من اصحابي وقع وغرق، والاسوأ سوف ياتي لنا. تعال نشوف كده، الراجل بيقول لك هنا القطعه بتحكي عن ايه بقى؟ عن the boys tried to solve the problem but in vain، ان الشباب حاولوا ان هم يحلوا المشكله لكن عبثا، لا هو مش عبثا، هم نجحوا في الاخر. طب the boy decided to sail in the ocean after reading a story، the third paragraph. طب هنكمل كده عشان نتاكد، عشان احنا شكلنا كده الاولى صح. الواد قرر ان هو يعمل يروح المحيط بعد ما قرأ القصه، لا ده حضرتك في الاول خالص، دي مش هنا خالص. بعض البحارين تمكنوا من انقاذ الاولاد، ده حصل بس في البراجراف الاخير، في الاخير فين هي ديت اهي، البراجراف الاخير اللي هي دي، ان فجاه السفينه ما اعرفش خبطت فين كده، وفي حاولنا نشاور للطياره، والمهم ان الناس انقذونا، دي في البراجراف الاخير مش الثالث. طب some friends suggested، بعض الاصدقاء اقترحوا ان احنا نلغي الرحله، ده حضرتك برضو في البراجراف الاولاني. يبقى كده الاجابه اصبحت وفقا لذلك الاولى، اول واحده هي اللي صح. طب تعالى بقى نرجع كده واكد لك اللي صح، دي اللي صح. ايه هي بقى الاجابه الاولانيه؟ ان the boys tried to solve the problem but in vain، اللي هي حته ايه؟ ان هو قال لك هنا ان انا اقترحت ان احنا نبحر بهدوء، والباقيين اقترحوا ان احنا نبحر بسرعه، وحاولنا نتصل، هي دي، حاولوا يحلوا المشكله لكنهم فشلوا فعلا. طيب اللي بعد كده رقم 18 بيقول لك زوز companions who refused to go، العيال اللي رفضوا يروحوا دول were unlucky، كانوا مش محظوظين عشان فاتهم اليوم ده، ده بالعكس ده هم اكثر حد محظوظ. able to accept the challenge، قادرين ان هم يقبلوا التحدي، ما قالكش lucky not to sail، كانوا محظوظين ان هم ما راحوش معاهم لان السفينه كانت هتغرق وكلهم كانوا هيموتوا. طبعا الاخيره delighted، كانوا مسرورين ان هم انقذوا، ما هم ما انقذوش، اللي انقذهم البحارين. طيب رقم 19 it's clear that the writer is، من الواضح ان الكاتب is cowardly person، شخص جبان، afraid of the sea، خايف من البحر، يا عم ده رايح في قلب المطر، ولا risky، شخص مخاطر، ولا interested in flying، بيحب الطيران، لا مش طيران، هو شخص مخاطر لانه راح الرحله في برغم ان في تحذيرات جويه. if the weather was nice، لو ان الطقس كان جميلا، all the boys would stay at home، كل العيال كانوا قاعدوا في البيت، لا ده هم راحوا في المطر في الرياح، يعني معنى كده انهم كانوا هيروحوا يخربوها اكتر. الهليكوبتر wouldn't find the، الهليكوبتر ما كانتش هتلاقي العيال دول لو الطقس كان حلو، ما كانتش هتلاقيهم، الهليكوبتر دي مالهاش اي ستين لازمه ولا لها دور. all the writers friends would accept his invitation، ايوه كان كل اصدقائه قبلوا الدعوه لان هم قالوا ان الطقس بكره predicted، يعني متوقع ان هو يكون فيه عواصف ومطر والدنيا مش حلوه. the ship wouldn't reach، لو الطقس كان كويس السفينه ما كانتش هتوصل، لا ده كانت هتوصل بسلام. comparing to the story the writer had read his adventure was، مقارنه بس بالرحله او بالرحله اللي هو قرأ عنها. رحلتنا بقى relieving يعني مريحه، enjoyable ممتعه، relaxing مريحه برضو، لا ده terrible، حضرتك احنا كنا هنغرق، يبقى terrible. writer's message to the readers is، رساله القارئ او المؤلف للقراء لينا احنا بقى، before taking a new decision consider all its consequences، قبل ما تتخذ قرار فكر في العواقب، دي تنفع. swimming is essential to، السباحه مهمه عشان تستمتع، ما هم ما سبحوش اصلا، ده هم كانوا ماشيين في المركب. المديتيشن اللي هو التفكير بيساعدك انك تحافظ على الانر بيس، ما هو ما خربش بيته غير ان هو تامل وفكر فقال لك نطلع. cooperation leads to disasters، التعاون يؤدي الى الكوارث، لا طبعا. يبقى احنا كده الاجابه رقم ايه اللي صح؟ قبل ما تتخذ قرار لابد ان تفكر فيه، وده اللي المفروض كان يعمله، انه ما فكرش ان بكره في عواصف وكده، وطبعا ربنا هداه وطلع. القطعه الثانيه يا باشا بيقول لك الراجل there are more than 30 combinations of coffee types in the world، بيقول لك في اكتر من 30 نوع او تشكيله يعني من تشكيلات القهوه في العالم. also بالرغم من ان most people drink coffee every day، بالرغم ان الناس بيشربوا قهوه كل يوم، few who are interested in answering the following question، العدد قليل جدا من اللي بيشربوا قهوه عندهم اهتمام ان هم يجاوبوا على السؤال ده. is coffee good or bad for our health، هي القهوه دي مفيده ولا مضره؟
early studies showed that الدراسات الحديثة أو الدراسات الأولى يعني زمان أثبتت أن أو بينت أن coffee is bad for our health. الدراسات الأولى بينت أن القهوة مضرة لصحتنا. However, ولكن recent studies have provided strong evidence that it is good for our health in many ways. ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن القهوة مفيدة للصحة بأسباب كثيرة. In the past, في الماضي عام, scientists linked drinking coffee with heart disease. في الماضي العلماء كانوا بيربطوا بين شرب القهوة وأمراض القلب. Some scientists mentioned that the problem in drinking coffee was in the average of caffeine that it contained. بيقول لك إن العلماء كانوا بيقولوا إن ضرر القهوة بيتوقف على كمية الكافيين اللي القهوة بتحتوي. Up to 400 ملي جرام of caffeine a day. إنك لما تشرب أكتر من أو حوالي 400 ملي جرام من القهوة في اليوم, يعني 3 فناجيل من القهوة, appear to be safe for most healthy people. ده كويس بالنسبة للناس الأصحاء. While other scientists proved that. بالرغم من كده العلماء الآخرين قالوا إن genes had a major influence on your tolerance to it. إن الجينات لها علاقة بمدى تكيفك مع القهوة دي هتضرك ولا لا. Some can consume much more caffeine than others without experiencing negative effects. بقول لك بعض الناس ممكن يشربوا كمية قهوة أكبر من الناس التانيين من غير ما يكون عليهم أي أعراض. Also, caffeine is usually safe for adults. برغم أن الكافيين ده شيء آمن للناس البالغين, it's not safe for children. يعني القهوة غلط على الأطفال لكنها مش غلط على البالغين. Adolescents اللي هو المراهقين and pregnant women need to be cautioned about excessive use of caffeine. المراهقين والحوامل المفروض ان هم يتم تحذيرهم من القهوه والاخطار او المخاطر الافراط في القهوه. However, it's addictive and may result in many side effects. بقول لك ان القهوه دي من الحاجات الادمانيه اللي انت ممكن تدمنها يعني, وممكن يكون لها اثار جانبيه when you increase drinking coffee such as headaches. ممكن يحصل لك امراض كتيره لما تشرب قهوه, زي على سبيل المثال انسومينيا اللي هو الاسهال يعني وكده, nervousness العصبيه, irritability اللي هو سرعة الغضب, and fast heartbeat وسرعة ضربات القلب. It can also affect your sleep deeply. ممكن تأثر على نومك بشكل كبير جدا. طبعا ده معروف, عشان كده الشباب اللي عايز يسهر بياخد يشرب قهوة. Coffee is well known as an instant energy booster. معروف ان القهوة هي واحدة من الحاجات اللي بتعمل بتدعم يعني الطاقة, بتنشط الطاقة, بتحفز الطاقة. It helps people fight drowsiness. بتخلي الناس يعني يقدروا ان هم يصارعوا او يواجهوا النعاس وكده. People who like drinking coffee will be delighted to know that it has many benefits. الناس اللي بيشربوا قهوة دول هيكونوا مبسوطين جدا لما يعرفوا ان القهوة لها عدد من الفوائد. Some modern studies show that. بعض الدراسات الحديثة بتثبت ان القهوة او شارب القهوة often live longer. بيعيشوا اطول. They are less likely to get type 2 diabetes as it balances blood sugar او blood of sugar. يعني بقول لك ان الناس دول بيقولوا اللي هم العلماء بيقولوا ان الناس اللي بيشربوا القهوه مش بيصاب بامراض السكر اللي هو النوع الثاني من امراض السكر, لانها بتوازن السكر. يعني هي مش غلط على امراض السكر, بتخلصك من مرض السكر. كلمه likely دي زي كلمه susceptible اللي كنا حللناها كذا مره. They also have liver enzyme levels within a healthy range and stronger DNA. بيكون عندهم الدي ان اي قوي ومعادلات الانزيمات بتاعت القلب او الكبد والحاجات دي بتبقى مظبوطة. They are less possible to get colon cancer and Alzheimer. هم ما بيصابوش ابدا بامراض سرطان القولون او الزهايمر. حلو قوي. تعال بقى نمشي اول سؤال كده ونشوف اول سؤال. According to the passage, وفقا للقطعة, drinking much coffee makes you, لما تشرب قهوة كتير فده بيخليك رقم واحد stay up late, تسهر طول الليل. اه ليه يا عم, جبتها منين دي؟ ما هي ما هو لك هنا ايه, بتاثر على النوم بتاعك بشكل سيء, بتخليك طول الليل صاحي. طيب انت بتخليك بورد اند جرامبي, متذمر. متذمر اه فعلا, لكن مش بورد, مش زهقان, ما جابلكش سيره بورد دي. ليزي, بتخليك كسول. لا ده هو قال لك بتنشطك, يبقى دول بره. طيب الاجابه كده رقم ايه؟ المين ايديا اوف ذا باسج, القطعه اصلا بتحكي عن ايه؟ طبعا انت عارف لو خدت بالك القطعه دي اصلا نسيت اقول لك ان هي ار جي من تيتيف. ايه اللي خلاني اقول عليها ارجومنتيتيف تكست؟ عشان هنا يا عم الراجل بيجيب لك القهوه ليها عيوب ولها مميزات, يعني بيتكلم على طرفين اتنين وبيعمل ارجومنت بينهم. كوفي هاز بيكام ا جريت تريد, القهوه اصبحت تجاره رائجه, ما جابش سيره التجاره. ان ارجومنت اباوت ذا افكتس اوف كوفي اون هيلث, يعني جدل او مقال عن اهميه واثار القهوه. اه الفيميلز القهوة, النساء المفروض ما يشربوش قهوة اصلا. لا ده قالك ان هي غلط على الاكثار منها, غلط على الحوامل, بس ما جابش سيرة الفيميل في غير كده.
people drink coffee more than tea، الناس بيشربوا قهوه اكتر من الشاي، ما قالكش حاجه زي كده خالص. يبقى الاجابه الصح رقم بي اللي قلنا عليها ان هي argument. رقم 2 25 يعني which of the following sentences can summarize the last paragraph، ايه من دول ممكن يلخص لك اخر باراجراف؟ هنلقي نظره بس على دول. people who drink a cup of coffee every day may be addicted، الناس اللي بيشربوا فنجان كل يوم ده هيكون مدمن. هو قال لك اصلا اللي بيشرب ثلاثة مش مشكلة، يعني معنى كده ان دي بره خالص. كافيين از انيسيسري، الكافيين ده مش ضروري لاجسامنا، ما قالش خالص حاجة زي كده، ما جابلكش سيرة ان الكافيين ده مش ضروري، هو قال لك ان هو بيضر لما نكتر. كوفي هاز ا لوت اوف بينيفيتس فور هيومن، القهوة لها الكثير من الفوائد لصحة الانسان، اه عشان بتحميك من مرض السكر ومن الزهايمر وحاجات كتير كده، وبيعيش اطول. ساينتستس ادفايس دايابيتيك بيبل تو درينك ماتش كوفي ديلي، العلماء بينصحوا مرضى السكر ان هم يشربوا قهوة يوميا، ما قالش ان هو ينصحها، فمش هنرجع للقطعة خلاص شكرا، احنا مش محتاجين. هو ما نصحش حد مريض سكر، ده قال لك لما حتة السكر دي قال لك ان هي بتعمل معادلة للسكر، شكرا ما جابش اكتر من كده. 26 because of the significant او significance of coffee in some people's lives، بسبب اهمية القهوة في حياة بعض الناس. it has been abandoned، هجروها الناس الباحثين، هجروها الادل الباحثين عملوا عليها ابحاث وقال لك ناس قالوا مفيدة وناس قالوا مضرة. Many studies have been done، الكثير من الدراسات تم القيام بها على القهوة، دي صح فعلا. الكثير من الدول منعت القهوة اصلا، ما فيش حد عمل كده. في ما فيش اي combination of coffee types، ما فيش اي انواع قهوة في العالم يا باشا، ده قال لك تقريبا 30 نوع في اول جملة. يبقى الاجابة كده الصح رقم بي، many studies have been done، الكثير من الدراسات تم القيام بها على القهوة. طيب رقم 27 الراجل بيقول لك it is inferred that caffeine addiction lead to، بقول لك نستنتج من القطعة ان الادمان القهوة بيؤدي الى increasing the demand for coffee، زيادة الطلب على القهوة، giving birth to twins، بتخلي الناس تنجب توأم، getting type 2، ان انت يجي لك مرض السكر يا باشا، ده هو بيمنع المرض ده، harvesting low yield of coffee، ان احنا بنحصد محصول اقل من القهوة، فطبعا مش منطقيين خالص، ما فيش غير الاولى اللي هي منطقية اللي هي رقم ايه، increasing the demand for coffee. اللي بعد كده 28 according to the passage، وفقا للقطعة، people who drink coffee، الناس اللي بيشربوا قهوة، cannot afford to buy it، ما عادوش قادرين يشتروها اليومين دول، ما قالكش حاجة زي كده خالص، ما قالكش انها غالية ولا رخيصة. needn't be cautioned، مش مفروض ان نحذرهم عن، لا ده هو قالك ان احنا نحذر الحوامل والنساء من اضرار القهوة، الكثرة في القهوة، ما قالكش ان هو هنا في الجملة يقولك ان المفروض ما نحذرش، لا ده المفروض نحذر. live shorter اخر جمله او اخر جملتين قال لك ان هم بيعيشوا اطول، يبقى الاجابه رقم دي ار انرجيتك، لانه قال لك ان الناس اللي بيشربوا قهوه بيكون عندهم نشاط. unlike adults على عكس البالغين، شرب القهوه بيكون ايه بالنسبه للاطفال؟ recommended بنوصى به ولا مفيد ولا مفضل ولا harmful؟ ده ضار، عشان كده قال لك ان احنا لابد ان احنا نحذرهم، should be cautioned، قالها في القطعه. بعد ما قرانا القطعه ممكن نستنتج ان ايه بقى؟ اول واحده people would stop drinking coffee in the future، الناس هتبطل شرب القهوه في المستقبل، يا باشا ده قال لك في 30 نوع من القهوه، يعني احنا داخلين على خراب. it's healthy to drink more than 3 cups، انك تشرب اكتر من 3، قال لك لا لو انت شربت 3 فده صحي، معنى كده ان الثلاثه غلط، اكتر من 3 غلط سوري. الكافيين ملوش اي تاثير على جسم الانسان، لا لتاثير، قال لك لو كترنا منه بيضر الجسم. اكيد الاخيره دي من غير ما نقراها، it's advisable for adults to drink coffee but not to addict it، ان انت تشرب قهوه اه بس مش لدرجه انك تدمنها. ترانسليشن دي مش معانا اصلا، دي كلمه من تحت. طيب تعال بقى نخش على الترجمه. اول جمله ترجمه الراجل بيقول لك ماس ميديا، الماس ميديا يعني nowadays are، بالمناسبه عشان كنت عامل امتحان اللي فات وحد علق قال لك يا مستر هي مفرد ولا جمع؟ الاثنين يا معلم، مفرد وجمع. ماس ميديا دي كولكتيف ناون، بيجي مفرد وبيجي جمع. المهم مش موضوعنا، بيقول لك ماس ميديا nowadays are our main source of information، مصدر الرئيسي للمعلومات about what's happening، عن ما يحدث في العالم. The impression one gets، ان الانطباع الذي يحصل عليه الشخص منهم about human nature، عن طبيعة البشرية، is really exciting، هو مثير للغاية. طبعا انا عايزك تفهم كده ان احنا اول واحدة بقول لك في هذه الاونة وسائل الاعلام هي مصدرنا الرئيسي للمعلومات عما يحدث في العالم، فالانطباع الذي يناله الفرد عن الطبيعة البشرية مثير حقا، دي صح. في هذه الاونة وسائل الاعلام هي مصدرنا الرئيسي للعلوم، ما قالش العلوم، قال لك هنا information للمعلومات، فرميها في الشارع من غير ما تكمل حتى لو في خطأ تاني. في هذه الأونة وسائل الإعلام هي مصدرنا الثانوي، ده قال لك our main يعني الرئيسي، ارمي في الشارع. في الوقت الحاضر هي في الأونة الأخيرة هي اليومين دول، يعني نفس المعاني. كانت دي بره يا معلم لأنه بتكلم على مضارع، هو قال لك هنا ايه are يعني مضارع، انت قلت كانت ازاي؟
فبره برضو. عشان كده قال لك حتى هنا حدث فكده كده بره يا معلم في الشارع. السؤال اللي بعد كده التاني بيقول لك هنا we all face problems in our lives, كلنا نواجه مشاكل في حياتنا. However, these hardships, برغم من ذلك في هذه المصاعب, تعلمنا to be patient and determined, أن نكون صبورين وعاقد العزم, to lead a happy and peaceful life, أن نعيش حياة آمنة وسلمية. طيب أول سؤال, طبعا عايزك تفهم بس الأول كده أن الأولى كلنا نواجه مشكلات في حياتنا, ومع ذلك تعلمنا تلك الظروف أن تكون مرضي ولا ايه مش عارف, وبالعزيمة نحيا حياة سعيدة. teach us to be patient, ان نكون مرضى, لا هو كنا كنت صبورين مش مرضي, مرضي اللي contented يعني من content, ده بره الحوار كده باظت. كلنا نواجه مشكلات في حياتنا ومع ذلك تعلمنا تلك الصعوبات ان التحلي بالصبر والعزيمة لنحيا حياة سعيدة. المفروض دي سعيدة بس خطأ مطبع يعني, وهدئة دي لحد دلوقتي صح, بس انا شايف ان هي المفروض تبقى تعلمنا تلك الصعوبات ان نتحلى مش ان التحلي, هنسيبها الاخر. كلنا نمر في حياتنا بمشكلات ومع ذلك تعلمتنا ماضي, هنا قال لك تيتش تعلمنا مضارع ارمي في الشارع, كلنا نواجه مشكلات في حياتنا ومع ذلك علمتنا برضو يا معلم بره. يبقى الاجابه كده فعلا اقرب هي رقم بي, مع ان فيها خطا في الحته دي في الصيغ العربي. اللي بعد كده, عندما كنت صغيرا اعتدت ان استمع الى امي وهي توصيني بقول الصدق والتسامح واحترام الكبير, وهذه القيم ساعدتني كثيرا في حياتي. When I was young, عندما كنت صغيرا, I used to listen to my mother when advising me, عندما كانت توصيني to tell the truth, أن أقول الحقيقة. Be tolerant, أن أكون متسامحا, أن أحترم الكبار. These values hinder يعني يمنع أو يعيق, هو قال لك هنا القيم ساعدتني فتبقى helped فرمي في الشارع. When I was young, I used to listening, لا used to المصدر برينس ارمي في الشارع. اللي بعدها برضو قال لك used to listening ارمي في الشارع, يبقى أنت عند A B C كده غلط, يبقى دي اللي صح بس هنبص عليها. When I was young, I used to listen to my mother when advising me to tell the truth, to be tolerant and respect the elderly. These values helped me in a lot in my life. رقم دي اللي صح. على فكرة أنا هنا خدت بالي برضو من حاجة في رقم C. احنا قلنا listening, خلاص قلناها, يبقى كده أنت عندك الأولى والثانية والثالثة غلط, رقم دي اللي صح. الجملة بعد كده 34 بيقول لك إيه الراجل, هل يجب علينا العمل طوال الوقت دون راحة؟ في الواقع لا يمكننا الاستمرار في العمل دون توقف في حين من حين لآخر لتجديد نشاطنا وتزايد تركيزنا. أول واحدة, should we work all the time without having rest? In fact, we cannot go on working, نستمر في العمل, without stopping, دون توقف من حين لآخر, for refreshing and increasing ING, بقى كده مظبوط. Our concentration, رقم إيدي مظبوطة, بس هنأكد برضو احنا شكينا. Should we work all the time without having rest? In fact, we cannot go on working without stepping. Step يعني يخطو, ارمي في الشارع. انت قلت لي ايه؟ دون راحة, دون توقف في حين. وقال لك هنا ايه؟ لا نستطيع نستمر في العمل طوال الوقت دون راحة. يبقى دي كده برا. Step يعني معناها يخطو. طب اللي بعدها, without having rest. In fact, we cannot go on working without stopping from time to time for refreshing and increase. لا المفروض تبقى refreshing and increasing عشان تعرف and عطف اللي قبلها واللي بعدها زي بعض. Should we work all the time without have, without لازم بعدها ING, يبقى فعلا زي ما قلنا الإجابة رقم إيه اللي صح. ادخل على سؤال القصة وتعالى. In great expectations, the evil side of a human nature is clearly represented in Orlick and Compeyson. في اتنين عندك هتكلم عنهم. Illustrate mentioning one point for each character. اذكر لي نقطة لكل واحد منهم. حلو. طيب هتروح انت قايل لي أولا كده رقم واحد, هتروح قايل as for أورليك, بالنسبة لعم الناس أورليك هو اللي خلصنا من الولاية الخلبوصة دي. He was an evil man, لقد كان رجلا شريرا. He hit Miss Jo hard, ضرب المس جو بعنف. Which led to it her death, والذي أدى إلى موتها. حتى كمان هنقولها هنا في حتة دي كده, In addition, عادي كده هو من غير ذات. He wanted to kill Bib, أراد أن يقتل مين؟ أراد أن يقتل بيب, يوم خطف بيب لو أنت فاكر. ده بالنسبة لمين؟ لعمك أورليك. As for Compeyson, بالنسبة لكمبيسون, He was an evil convict هو الذي دمر حياة المس جو, المس هافيشام. هو destroyed Miss Havisham's life.
هافي شامز لايف. ما هو اللي دمر حياه المس هافي شام مين؟ عم الحاج. اند ستول هير ماني طبعا، اند ستول او ستيلينج يعني هير ماني، ودمر حياتها وسرق فلوسها. كل واحد كده ذكرنا له موقف. السؤال الثاني، بيدي واز ا جيرل اوف برنسبلز، ديسكاس جيفينج تو اكزامبلز. بيدي رقم 36 تقريبا حاجه زي كده. بيدي هاد ماني برنسبلز. بيدي كان عندها الكثير من المبادئ. ليه بقى؟ شي هيلبد بيب ا لوت. اولزو بالرغم ان شي نيو، بالرغم ان هي عرفت يعني او كانت عارفه، هي لافز استلا، هو كانت البنت دي ساعدت بيب بالرغم ان هي عارفه ان بيب اصلا ما كانش بيحبها، كان بيساعد استلا. رقم 2، شي هيلبد مس جو، كانت ساعدت مس جو اول هير إلنس لونج. اول هير إلنس لونج معناها طوال فتره مرضها. وبس كده يا معلم، خلص الحوار. هفتح لك الباب للمقال عشان تعرف تكتبه. يا ريتك تكتبه، والله يا ريتك تكتبه يا ابني. يور ديوتي توردز يور كانتري، انت ايه دورك ناحيه البلد؟ عارف انت لو عايز تكتب في حاجه زي كده انا ممكن افتح لك الباب لانك تكتب. يعني انا عايز اكتب عن واجبي، انا طبعا هحول يور دي لماي. خد بالك دي حته مهمه لازم تعملها، ما ينفعش تروح انت كاتب لي عنوان الموضوع كده يور ديوتي. لا، حضرتك اتكلم عن نفسك، هتقول ماي ديوتي واجبي towards my country، واجبي نحو بلدتي او دولتي. هروح قايل كده بدايه keeping countries safe، ان حمايه الاوطان is a religious matter، is a religious matter، ان حمايه الاوطان من الايمان. We all live on its earth، فنحن جميعا نعيش على أرضها. Drink its water، نشرب من مائها. And breathe its air، ونتنفس من هوائها. شوف انت بدأت الموضوع ازاي، ما تروحش انت ماسك لي قلمك ونازل No one can deny that this topic is very important، وعيني دمعت لما شفت الموضوع. ما تعملش كده يا عم الحاج، ما تعملش كده يا ابو الشباب. طيب ايه الافكار اللي ممكن اكتبها يا مستر هنا؟ يعني افتح لك برضو كده، يمكن ربنا يهديك وتكتب. ايه الافكار اللي ممكن تكتبها هنا؟ اولا يا معلم هتكلم عن دور اقول له كده عن دور الفرد نحو المجتمع، حلو، ودور الجماعات او المنظمات نحو المجتمع، حلو الكلام. وتكتب له برضو عن مظاهر دعم المجتمع للفرد، يعني او الدوله للفرد. يعني الدوله بتعمل كذا وكذا، يعني على سبيل المثال الدوله بتوفر لنا تعليم، وبالتالي لما نتعلم المفروض ان احنا نحافظ على الدوله ديت ونفيد الدوله. الدوله بتوفر لنا الارض التي نعيش عليها في سلم، وبالتالي ينبغي ان نهتم بهذه الارض من خلال استصلاح الاراضي وزراعتها، ومن خلال معرفش عمل المصانع وكده. يعني زيت يا معلم، خلص الامتحان ده. وانا زي ما بكرر، انا هنزل ان شاء الله بعد كده الفتره الجايه دي، هنزل كل يوم ان شاء الله امتحان، فعايزك تتابع بقى. ربنا يسترها كده عشان ربنا ييسر. ما تتفكرش انت بس اللي مضغوط، كل الدنيا مضغوطه، فذاكر كده وربنا يهديك. السلام عليكم ورحمه الله.